طيب خلينا ننتقل لضيفتنا الاستاذه اشجان. واستاذه هاله في خضم كلامها قالت ان مش لازم التكافؤ معناه ان احنا نكون زي بعض في كل حاجه، هو مجرد تقارب. صحيح. فانا عايزه اخد من كلامها وابدا معاكي، معنى التكافؤ ايه اصلا يا استاذه اشجان في حياتنا الاجتماعيه وحياتنا الاسريه، شكله عامل ازاي؟ هو ما شاء الله من كلام شيخ يوسف واستاذه هاله لو احنا عملناهم كده، يعني هو كل ده معنى التكافؤ، يعني كل اللي بندندن كلنا حوالين نفس معنى التكافؤ. هي فكره ان انا لما اجي اقول حاجه بتكافئ الشيء مش مقصود بيها ان انا بقول زيه، ما بيمثلوش، والا كان هيبقى المعنى التماثل، ان انا اقول ده زيه بالظبط. والحياه الزوجيه ما ينفعش فيها تماثل، ما ينفعش انا وهو نفس، احنا اتنين هاديين، احنا اتنين ساكتين، احنا الاتنين بنحب نفس الاشياء، ده معناها ان كل واحده تدور على عكسها، لا، احنا بنكمل بعض، واحنا الحلقه بتستوفي حقها مع الشريك الثاني. انما فكره ان انا بقول احنا متكافئين، التكافؤ درجات كتيره جدا. ويمكن الناس زي ما انت قلتي كده في المقدمه بتبقى حصراها دايما احنا متكافئين، يعني شهادتنا واحده او مستوانا المادي واحد او من عيله فلان اللي ناس عيله فلانه، ونبدا بقى نبص ونحصرها كده. هي ده مطلوب، مطلوب ولكن بنسبه. وزي ما قلنا موضوع القعده، ان انا لما بقعد قعده زي ما الشيخ بيقول كده، هي قعده واثنين وثلاثه بتبان كل اناء ينضح بما فيه. يعني انا لو قاعده مع واحد صعب قوي، صعب قوي هو يبقى بيصطنع انه مثقف، بيبان بيتفقسه. او صعب قوي يعني اصل الواحد بس عشان ماشي في موضوع الجوازات دي، فبتقعدي مع دكتور ليته سكت، ليته سكت والله يا حبيبي، هو اخد ان انا دكتور وعايزها دكتوره وحاسس نفسه وحاصرها كده ان انا بدور على ايه وايه وايه، وتبدا تقعد معاه، لا يعني انت فاهم التعليم غلط، فاهم التكافؤ يعني غلط. يعني بتحسي من بعض الشخصيات دي ان في جزء من التعالي شويه، هو لا يعني مش عايزه اقول تعالي، ولكن قصور النظر ده وقصور الافق ما بيبقاش عايز شهاده. يعني ايه؟ يعني هو افقه محدود. وبالذات اللي بيبقوا داخلين بعض الكليات وهو بيدور بقى في معايير اختياره، ما كل واحد حر في معايير اختياره، انما عندنا معايير ثابته، انا بدور على شريك حياتي، ببقى طبعا بتدور على الاسلام والاخلاق، بس كل واحد بقى بيبقى له تفصيله معينه نفسه في شريك حياته يلاقيها. واحد يقول لك لا انا عايزها بجد اما اقعد اتناقش معاها، واحد يقول لك لا انا اهم حاجه هم بتطبخ الا الطبيخ، واحد تاني يقول لك لا انا عايزه بس اهم حاجه الزينه. فبيبقى كل واحد عنده حاجه معينه حاططها من اولوياته. فتلاقي بعض الطبقات هي انت قاعده معاها ومتخيل، انا بتكلم على درجات علميه، يعني واحد قال لي انا عايز بس اما ادخل بيها المؤتمر كده انا وهي، دي مش عامله على فكره دبلومه بعد الدكتوراه، ما خدتهاش. فلا قلت له لا طبعا لا ما خدتهاش، موضوع هنا لا الا دي الا دي، فخلاص كل واحد حر. لا خلاص، فهي الفكره بقى درجه ان وانت قاعد معاها بيبقى باين. وزي ما الدكتوره هاله قالت موضوع ان انا قاعد معاها ففعلا، فتلاقيه عماله تقولي الله، هو عمال يتكلم. والله يا جماعه بدليل ان احنا شفنا ناس كتير دي جت عندنا بعض الامثله، هي المستوى المادي ممكن يكون مختلف وناجحه، المستوى الاجتماعي مش متشابهين قوي بس ناجحه. ولكن ارجع واقول تخيروا لنطفقكم. يعني انا وانا بدور فعلا ادور في الاطار اللي انا يوم ما اكون اقعد معاها في البيت ما بقاش كده زي زوج السيده زينب وانا حاسس ان الكلام او مبرر زي ما الشيخ ما قال، عماله ادور في الكلمه بتاعتها هي تقصدني ولا ما تقصدنيش. او واحده تقول والله انا بابا جايب لي وعمال يقول لي اصل انتوا احسن مننا، انتوا بتعايروني مثلا او بتتلقى عليا ان انا مش قادره اجيب، في حساسيه كبيره. الموضوع الحساسيه دي اول ما بتدخل في الحياه الزوجيه بتبقى ناقوس كده، ان الدنيا مش عارفه تمشي، لان اساس الحياه الزوجيه العفويه. انا بتكلم اللي يجي على بالي بقوله، صح؟ زي ما الشيخ يوسف قال انا مش كل كلمه انا هبرر ليها، لكم وانتم لباس ولا هون. صحيح، احنا ستر على بعض يا جماعه. بالظبط، الكلمه انا من قبل ما اتكلم انت لازم تكوني فاهمه انا هقول ايه. لا، وانت من قبل ما تتكلمي اكون فاهم انت عاوزه ايه. بالظبط، مش كل كلمه هتتبرر لها. ما ينفعش، مجرد ما حدث الخلاف ما بين السيده عائشه وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابو بكر دخل. لما سيدنا ابو بكر هم ان هو يضرب السيده عائشه بسبب خطا حدث، احتمد بسيدنا النبي. صحيح، ما راحتش لابوها لان هو البيت واحد. أيوة. قطعه واحده، قطعه بازل اتكملت بعضها، الناس كملت الصوره. لكن لما ناخد حاجه في فرق تكافؤ عالي، البون شاسع ما بين الاثنين، كل كلمه تحتاج ان نقدم مذكره تفسيريه جنبها. بالظبط، وهي هنا الازمه. عشان كده الاسلام كان بيقول لك ان احنا محتاجين نعمل شيء من التكافؤ شروط كمال نكمل بها الاشياء، لكن انت موافق وعاوز ترتضي هذا الامر وتتنازل عن هذا الامر وتستحمل وتعيش لغايه ما نبدا نتاقلم مع بعض ونسير، مفيش مشكلة. طيب النقطة دي تحديدا الأستاذة أشجان، يعني الخاصة بحساسية أحد الطرفين، يعني لما بيكون في طرف مستواه المادي عالي قوي أو مستواه الدراسي والفكري والثقافي أعلى قوي، أو حتى
يمكن احنا بلغه بعض البنات والستات مستوى الجمالي احلى قوي قوي، يعني تلاقيها هي ما شاء الله اموره جدا جدا وربنا رزق زوجها بقدر قليل جدا، يعني واضح قوي الفرق في الخلقه، ولكن هي بتاعت الله عز وجل ملناش فيها، ولكن بتلاقي في فروق بتبقى واضحه قوي يا استاذه اشجان. هل دي فعلا بتولد عند احد الطرفين اللي هو عنده الكفه مايله شويه، حساسيه جواه على طول، عمل حساب للكلمه، اي حاجه تتقال له بياخدها على قلبه كده ويقعد ويزعل، وممكن لو هي بقى الست الاقل انها تفضل على طول تعيط والامر معاها بيبقى فعلا اوفر حساسيه قوي؟ لو الزيجه تمت، يعني انا قعدت معاه وارتضيته زوج او هو ارتضاها زوجه وحد فيهم عنده موضوع الشكل فيه خلل شويه، بتبقى عندنا حاجتين. اول نقطه انا رضيت بالطرف الثاني، حاله من الرضا جت. النقطه الاهم بقى والجوهريه ان انا وجدت جماله، يعني هو ده انا اكتشفت ده جماله خلاص، انا راضيه جدا ومبهوره بيه جدا. ده اللي بيخلي الناس ايه ده اللي هو رايح يجيبها دي، او العكس هي تقول يعني ده سمراء قوي وهو ابيض قوي، الناس بقى تفضل تعمل. بس هما يا جماعه يعني معجبين ببعض، يعني هي الدنيا ماشيه معاهم. ده بتبقى من التعليقات اللي كلام الناس هو اللي بيوجع اكتر من احساسهم مع بعض هما الاثنين. بس فكره ان انا اقدم على حاجه زي كده يا جماعه، يعني ما يقولش ايه ده هي اموره وبيضه قوي، والله العظيم يا جماعه الناس دي بتبقى قابلات ناجحه قوي، يعني بيبقوا زوجين بنشوفهم وكل واحد مننا هيبقى عنده كده نموذج، هو اسمر او هي بيضه قوي او العكس هو ما شاء الله، والا كانت يعني كان خلاص الابيض يتجوز بيضه لولا اختلاف الاذواق لما جبرت السياسه.